الصلاة والسلام عليك يا إمام المتهمين، يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى، يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا، يا من أسرى بك المهيمن ليلا وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماوات وأنت الإمام، وإلى المنتهى رفعتك وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام، يا من أسرى بك المهيمن وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام، وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام، يا كريم الأخلاق يا رسول الله، صلى الله عليه.